هل في مفروض، يعني احنا طبعا ما مش بنتدخل في الفنيات الخاصة بكولر، بس بنقول او بنتكلم او بنحاول ان احنا نفهم، هل المفروض كولر يلعب الجيم ده بداية كده بلعب او بفكر هجومي عشان نخلص في الدقائق الاولى، وما نديش كمان فرصة للمنافس ان هو خلاص احنا اصل ما فيش رفاهية برضو ان النادي الاهلي يخسر اي مباراة باذن الله، ده إن مش شاء الله. هيحصل يعني. فهل المفروض نبدأ نهاجم الدقائق الاولى عشان نخلص الجيم بدري، ولا مش محتاجين ده؟ النادي الاهلي مع كولر انهوان دايما بيبدا بيباغت، وميزه كولر على المستوى النفسي قبل الفني انه بيخش بشخصيه النادي الاهلي، بيفرض اسلوبه على اي فرقه بيلعبها، صحيح بتغير التكتيك على حساب الفريق او الفريق اللي انا العب قدامه ازاي، انا هو مذاكر اصلا ازاي بيغير التكتيك او التاكتيك بتاعه في المباراه في اكتر المباراه من مره بالظبط. يعني. وده المدرب الشاطر، ان انا بحضر اكتر من سيناريو على مدار المباراه عشان اقدر اعرف انا هلاعب بره الخطوط، هلاعب المدير الفني او الفريق التاني المنافس ليا ازاي. فمباراه زي دي انا ممكن اضغط ان انا اجيب الجون من غير ما اغير في تشكيلتي المعتاده وهي 4 3 3 باحترام المنافس، وان انا بقفل وسط ملعبي، لكن انا بباغت من اول دقيقه ان انا عايز اكسب الفريق التاني. نفتكر ردا على سؤالك، انا هوند اول مباراه خالص لكولر اللي كانت امام اتحاد منستيري، الاهلي رايح في تونس بيهاجم الفريق التونسي في قلب ملعب صح. تونس، فبالتالي ما عنديش قلق خالص على فكره ان كولر هيروح هناك هيلعب على المكسب. لو لا قدر الله الاهلي طلع بنقطه ما هياش اسوأ حاجه، لكن انا متاكد من اول دقيقه الاهلي هيروح يلعب على المكسب. نتمنى ده.